السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن الأدوات الجميلة جدا في برنامج جيمب أداة اسمها كلون، دي بتنسخ عنصر معين من مكان لمكان. تمام، يعني على سبيل المثال هاجي هنا وهبدأ أقول له إن أنا عايز أنسخ مثلا من النقطة دي، فهدوس كنترول عشان أحدد الحاجة اللي أنا هنسخ فيها. ممكن مثلا أحدد اللون دوت وهبدأ أجي هنا، هيبدأ ينسخ لي نفس الحاجات اللي كانت موجودة في المكان الأولاني للمكان التاني بالشكل دوت، فيبدأ يمسح لي العنصر دوت. وتقدر تعمل بالعكس، ان انت مثلا عايز تنسخ العنصر ده اللي هنا، فهتقول له انا عايز ادوس هنا كنترول، تختار العنصر دوت وتبدأ تنقله لتحت بشكل دوت.